المعادن. ايضا حسام عبد المنعم، احمد صالح، والعرضيه حسام حسن. حسام حسن القناص، مفيش شك يا جماعه الراجل ده يعني 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 بينه وبين المرمى عمار كده، تحس ان هو هيقدر يجيب هدف في اي لحظه. هدف احمد صالح اهو، عدى من ناحيه اليمين، حلو رمي التماس وحطها حلوه، وحسام على طول برجله الشمال.